تقول غطيت رأسي وأنا محرم في الحج في مزدلفة بسبب الجو البارد، هل علي شيء؟ نعم عليك فدية تغذية الرأس، وهي مخير فيها بين إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة في مكة، تطعم 6 مساكين في مكة أو تذبح شاة في مكة وتوزعها على الفقراء أو تصوم 3 أيام، مخير فيها.